موقع أنا السلفي. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. انتبه، فتش وابحث عن أول طريق لبناء الشخصية المسلمة، القلب. تريد نور البصيرة، تريد الفراسة، تريد الفرقان، عليك بالقلب. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذه قضية قلب، قضية ورع، قضية صدق. قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ الرجل أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به خشية مما به بأس. وعندما نتحدث عن القلب لابد أن يكون معه التقوى، ومع التقوى لابد أن يكون معه الصدق. هكذا منهج القرآن: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. امتحنها يعني أخلصها وخلصها ونقاها من كل شائبة، كما تخلص الفضة من شوائبها عندما تمتحن الفضة في النار أو الذهب. امتحن الله قلوبهم، خلي بالك، للتقوى. ولما تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحلال والحرام وأتبعه بالورع، تحدث بعدها عن القلب. وبينهم أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا الورع طلب البراءة لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. احنا في الدنيا دائما في حساباتنا دائما بنعمل حسابنا، وبنعمل حاجة اسمها معامل أمان. نيجي نصمم كوبري، نصمم أسانسير، نصمم حمولة، دايما الكوبري مثلا حمولته 50 طن، نصممه على 70 و80 طن ونكتب الحمولة 50. ليه؟ عشان يمكن عربية ولا عربيتين حمولتهم تجيب 60 ما يوقعش الكوبري. أسانسير حمولة 5 أشخاص، لكن لو ركب 6 هيمشي الحال، لأنه كاتب 5 مثلا في 80 ب400، لكن هو مصممه على 600 و700 عشان ما يوقعش. بنقول ده معامل امان، بيقولوا في الكليه يقولوا عليه السيفتي فاكتور والسيفتي مارجن ومش عارف ايه. طب في الدنيا عامل حسابك عشان الحكايه ما تلخبطش معاك، في الاخره ليه؟ في الدين ليه؟ لا، ليه واقف على الحروكروك؟ ما تبعد شويه، خلي عندك ورع، وخلي عندك استعداد انك انت ما تجيش تقع. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ما يوقف على الحدود ليه؟ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه، ان يقع فيه، الا وان حمى الله محارمه. كل الموضوع ده كله خلاصته ايه؟ الا وان في الجسد مضغه. هي دي القضيه.